الأزمة في هونغ كونغ، حيث أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن توقيف السلطات في الصين أحد الموظفين في قنصليتها في هونغ كونغ أثناء عودته إلى المدينة. وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية في بيان له إن بلاده قلقة إزاء تقارير عن توقيف أحد الموظفين في أثناء عودته من مدينة شينزن إلى هونغ كونغ. وأضاف البيان أن الخارجية البريطانية بصدد تقديم الدعم لعائلته والسعي للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات في هونغ كونغ. إلى ذلك، قالت كاري لام زعيمة هونغ كونغ أنها تأمل أن يكون الاحتجاج السلمي الذي شهد نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في مطلع الأسبوع في مسيرة مناهضة للحكومة بداية لجهود استعادة السلام في المدينة الخاضعة لحكم الصين. وكان احتجاج يوم الأحد هو الأكثر سلمية منذ تصاعد المظاهرات الأخيرة اعتراضا على نفوذ بكين المتزايد على هونغ كونغ. وقالت لام أيضا أنها ستقوم بإنشاء منصة لإجراء حوار مع أشخاص من مختلف التيارات. لمزيد من التفاصيل حول ما يحدث في هونغ كونغ وعلاقتها بالصين، تنضم إلينا هاتفيا الدكتور رشا كمال، أستاذ مساعد بجامعة عين شمس والخبيرة في الشأن الصيني. دكتور رشا، أرحب بك على إكسترا نيوز وصباح الخير. لماذا تراهن كاري لام على المظاهرات الأخيرة في أنها تكون بداية لحوار جدي ربما بين المتظاهرين وبين المديرة التنفيذية لهونغ كونغ؟ يعني أعتقد أنه الصين يعني بدأت تلعب في هذه المسألة اللعبة بذكاء، بعد أن كانت لا تأتي بأي فعل مباشر أو حقيقي، وكان الجميع يسيطر عليهم مبدأ التنبؤ بماذا يستطيع التنين الصيني أن يفعل، خاصة بعد مناوشات من ترامب وتحذيراته بأنه سيكون أسلوب التعامل متقارب للتعامل الذي حدث من الحكومة الصينية مع مظاهرات تيانمن، والتحذير بأنه عادة الحكومة الصينية ستكون هي التعامل بعنف. لكن كاري لام بدأت في نفس الوقت الذي قامت فيه الحكومة الصينية بحشد للدبابات والعربات الناقلة للجنود في منطقة شينجن المقابلة لهونغ كونغ في المحيط في البحر الصيني الجنوبي، في هذا الوقت حدث لكاري لام دعم مباشر من الحكومة الصينية، دعم عسكري، وهي في نفس الوقت فتحت قنوات للتحدث والمناقشات مع بعض القيادات لهذه المظاهرات في أول مرة بعد مرور عدة أشهر على انطلاق المظاهرات. فيعني هي نفذت سياسة العصا والجزرة بأن معها ما يحميها، ولكن في نفس الوقت هي ستفتح الباب للمحادثات السلمية. في هذا الإطار هي قامت يعني بتدمير الشائعات التي يرددها ترامب عن أنه التعامل سيكون بصيغة عنيفة للغاية. أعتقد أن الصين يعني تهدد بالحفاظ على سلطتها في هونغ كونغ، ولكنها لن تأتي بأفعال عنيفة مثل ما حدث في الماضي، خصوصا مع ربط كل هذه المشكلة الداخلية في أحد مناطق الحكم الصيني بالحرب الاقتصادية والتجارية والشؤون التجارية للصين. وهذه ربما التعهدات الأمريكية بتوريد معدات عسكرية لتايوان، ربما أيضا نضعها في سياق هذه الحرب التجارية، ليست فقط حرب تجارية ولكن ربما تمتد إلى أن تكون حرب نفوذ بين الولايات المتحدة والصين. لكن دعيني أعود مرة أخرى إلى ما يحدث في هونغ كونغ. وبريطانيا قالت أنه تم توقيف أحد الدبلوماسيين ربما أو الموظفين في قنصليتها في هونغ كونغ بعدما ذهب إلى مدينة شينزن الحدودية مع هونغ كونغ التابعة طبعا للبر الرئيسي للصين، وربما تم توقيفه من قبل السلطات في الصين. العلاقة بين هونغ كونغ وبين بريطانيا علاقة تاريخية بطبيعة الحال، حتى عام 97 عندما استعادت الصين مرة أخرى هونغ كونغ من بريطانيا بناء على اتفاق بينهما لمدة 50 عام، أطلقت بموجبه الصين الحريات الاقتصادية والحريات العامة في هونغ كونغ. كيف تقرأين هذا التوقيف من قبل الصين لموظف بريطاني في قنصلية هونغ كونغ؟ الحقيقة أنه يعني التدخل البريطاني والأمريكي يعني أصبح واضح وسافر للغاية. ففي الأسبوع الماضي أحد المسؤولين الرئيسيين في القنصلية الأمريكية تقابل مع عدد كبير من المتظاهرين داخل القنصلية وتم تصويره بالكاميرات، وعندما أذاعت السلطات الصينية هذه الفيديوهات
كان الرد استغراب او استهجان من مراقبه القنصليه، على الرغم من انه التصوير كان من خارج القنصليه وليس من داخلها. الان موظفين موجودون في القنصليه البريطانيه بهونغ كونغ وينتقلون الى بر الصين والى منطقه شينجن، وهي الاكثر حساسيه الان لانه من يعرف هذه المنطقه جغرافيا هي بينها وبين هونغ كونغ ساعه تقريبا بالقطار او بالمركب. والان يتم حشد القوات العسكريه هناك للحفاظ على السلطه الصينيه. فزيارة احد موظفي القنصليه البريطانيه لهذه المنطقه الان غير مفهوم على الاطلاق. فهم ياتون بكثير من الافعال التي لا تتفق مع صيغتهم الدبلوماسيه، ثم يستنكرون من الصين حقها في الحفاظ على سلطتها وحقها في مساءله الموظفين الدبلوماسيين، لماذا انت في مكان خارج نطاق عملك. والصين بالطبع هي تريد ان تظهر عينها الحمراء لبريطانيا وامريكا وتؤكد لهم انها على جانب عالي جدا ومستوى عالي جدا في الاستخبارات، فلا يمكنهم ان ياتوا كل هذه الافعال ولا تظهر الصين معرفتها بكل هذه التفاصيل. لكن حتى بالنسبه لاهالي هونغ كونغ عندما يسمعون هذه الاخبار فهم بشكل او باخر يعرفون انهم ليس لهم سند حقيقي او قوي من امريكا وبريطانيا. لكن هل تتفقي على كثير من المنصات دكتور رشا، هل تتفقي التواصل الاجتماعي الصيني بدات تظهر دعاوي كثيره من بعض اهالي هونغ كونغ بانه يجب ان تكون هناك اعتراف بالجميل واحقاق لمواطنتنا الصينيه في رد على تويتر وفيسبوك في انهم رفضوا تقويض لبعض التعبير عن الاحتجاجات في هونغ كونغ. نعم، اسمحي دكتور رشا، هل تتفقي مع من يقول أن هونغ كونغ والمواطنين في هونغ كونغ غربي الطابع ربما أو غربي الهوية على خلاف المواطنين الصينيين، وعلى الرغم من أن 93% كما تعلمين من مواطني هونغ كونغ هم مواطنين صينيين الأصل، لكن 150 سنة من احتلال بريطانيا لهونغ كونغ ربما ترك أثرا وطابعا وانطباعا كبيرا على المواطنين هناك، وربما تلك هي بذرة الخلاف أو نواة الخلاف بين هونغ كونغ وبين الصين تحديدا فيما يتعلق بإطلاق الحريات العامة. وكانت هذه الاحتجاجات وإن كانت بشكل مباشر تأتي لرفض هذا القانون، قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، لكنه ربما في جوهره تشمل التقارب بين بكين وبين هونغ كونغ، ويبدو أن هناك أيضا نزعة انفصالية لدى هونغ كونغ تجاه الصين، أليس كذلك؟ يعني أنا أتفق مع حضرتك جدا، وهي نقطة تحليلية صحيحة جدا أنه فترة طويلة من الاحتلال والانفصال عن الصين غيرت في الجينات الفكرية والأيديولوجية لمواطن هونغ كونغ، فطريقة تفكيره وتصرفاته الحياتية والحضارية تختلف كثيرا عن المواطن الصيني في بر الصين الرئيسي أو الذي لم يترك الصين على الإطلاق للعمل في الخارج أو للدراسة في الخارج. لكن أكثرنا كنا نعول أنه هكذا أصبح مواطن صيني يحمل كل سمات الحضارة الصينية مع مميزات الحضارة الغربية، وليست أنها تتحول إلى أضرار لكونه مواطن صيني. وفي النهاية أعتقد أنهم يعني أدوات للعبة في أيدي أمريكا وبريطانيا فيلعبون بها حتى نصل إلى نقطة الانفجار، وفي النهاية ستعود كل الخسائر والأضرار على جزيرة هونغ كونغ وتتحول من مركز مالي وسياحي هام جدا إلى أن تفقد هذه القيمة وتنتهي أحد مواقع الحرب الاقتصادية والدبلوماسية بين أمريكا والصين لا أكثر ولا أقل. وفي النهاية لن ينتصر فيها أحد، يعني ولا الصين ولا أمريكا، لأنه لكل منهم قوتها، فربما ينتصر بعضا منهم في نقاط محددة لكن لا يمكن أن نعلن منتصر نهائي في هذه الحرب، وفي النهاية سيكون أكثر المضارين هو هونغ كونغ وأهالي هونغ كونغ. لكن يبدو لكن برضه يا دكتوره رشا استمعوا الى فتح نقاط للتحدث سلميا مع كاري لام يكونوا قد اتوا الحسنيين، اولا هم عبروا عن رغبتهم في الاحتجاج لفتره طويله جدا، ثم يعني انا اتمنى ان ينتبهوا الى مصلحه جزيرتهم، لكن ان مصلحتهم ليست في
مناوشات. وكنت هذا ما أود التأكيد عليه، أن لا مصلحة لأحد سواء الدول الغربية أو الصين الولايات المتحدة أو بريطانيا، لا مصلحة لأي من هذه الدول في أن تكون هونغ كونغ خالية الوفاض من أن تكون مركزا اقتصاديا وأن ينزع عنها هذه الصفة التي لا طالما تميزت بها. الدكتورة رشا كمال، أستاذ مساعد بجامعة عين شمس والخبيرة في الشأن الصيني، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.